أهلا بكم من جديد سيدات والسادة، وصلنا مع حضراتكم إلى هذه الفقرة الحوارية في شارع جنوب في ليلة الأربعاء. بما أن ضيفي الكريم طبعا يعني جذوره هو سكندري، فيعني أنا أذكر الكلام العظيم اللي كتبه أحمد فؤاد نجم عن اسكندرية: يا اسكندرية فيك الغلابة على الرزق يسعوا ولا يناموش، نزل شبكهم في بحر طامي طلع شبكهم على فشوش، وفيك ناس بين البشر ديابة وفيك ناس فوق البشر وحوش، وفيك ناس مغرمين صبابة لو خانهم زمانهم ما بيخونوش. ضيفي هو الأستاذ الدكتور أحمد إيهاب هيكل، نقيب أطباء أسنان مصر. دكتور إيهاب منورنا، وكل العام وأنتم بخير. اهلا الحمد لله بحضرتك، على السلامة. اهلا بحضرتك، الف شكر لحضرتك. دكتور، يعني في البداية قبل ما أتكلم عن النقابة ويعني واتحاد المهن الطبية بشكل عام ونقابة أطباء أسنان مصر وما تقدمه ودورها العظيم، ما فيش كلام. والنهارده عايز اقول حاجه مهمه جدا: وزاره الصحه في التوقيت الحالي تقريبا اطباء اسنان مصر هم اللي شالوا كل العبء الكبير والصيادله في هذه الوزاره. يعني لازم نبقى واخدين بالنا من ده. فتره اخيره وما بعد الثوره تحديدا، اطباء الاسنان والصيادله يعني شالوا فعلا هذا العبء الكبير مع الاشقاء والزملاء الاطباء البشريين. دكتور، في البداية يعني نعود إلى الوراء كده بعد زمن، ويعني علاقتك بأسوان علاقة ليست غريبة، فأنت بدأت مشوارك المهني هنا في أسوان. ده صحيح. أنا كنت باجي طبعا رحلات الكلية كل سنة لأسوان، فحبيت المدينة دي جدا. فأول ما اتخرجت في التكليف كتبت أول رغبة ليا أسوان، وهم حتى استغربوا في الوزارة واحد من اسكندرية عايز يروح أسوان ليه كأول رغبة. وفعلا جيت أسوان واشتغلت في مستشفى أسوان العام، وكنت بسكن في مستشفى التكامل اللي في السد العالي. طب ليه أسوان يعني؟ انا حبيت البلد من الزيارات من الزيارات وكده يعني، حبيت. فقلت يعني حطيت اسوان الاول ومشيت بالترتيب الصعيدي. انا بصراحه انا يعني بحب الصعيد، مشيت يعني تخمن عديت أسوان ورحت انا مكان تاني. مسكت، لا مسكت في ترتيب الرغبات يعني، مش مشيتها بالترتيب كده من خدت تحت. كام سنة هنا؟ لا انا قعدت شويه كام شهر لغايه ما رحت الجيش، وبعدين طلعت من الجيش بقى استقلت من الوزاره اصلا يعني، فما كملتش فيها. طيب خلينا نتكلم بقى يعني على نقابة أطباء أسنان مصر. يعني يا ريت نعرف الناس عن تاريخ النقابة، ونتعرف طبعا على دورها المهم جدا في المجتمع المصري. مش عايز كلام. تمام. هي النقابة زي أي نقابة، يعني معظم النقابات بدأت تاريخيا من غير إطار رسمي، يعني بدأت زمان مع التجار، كان حتى في شهر برضه التجار تجمع بيبقى تجمع ليهم كده، وكان ليها أدوار في حاجات كتير يعني. في الثورة الفرنسية التجمع العمالي ده هو اللي بدأ الثورة في فرنسا. مؤخرا في التاريخ الحديث كان هم اللي عملوا الثوره في بولندا. مش عايزه كلام. فاذا هم هي تجمعات، لكن الحكومات رأت انها تتحط في اطار قانوني. يعني دايما اتحاد الطلبه واتحاد العمال هم لهم الدور بالظبط الاكبر كده، يعني. فتحطت في اطار قانوني من الحكومات. نعم. بقيت اطر مختلفه يعني، في بلاد ادت نقابات سلطات اعلى، زي مثلا حتى في شغلنا احنا الاردن لبنان سوريا ليهم بعض السلطات، في بلد حاجات سلطات اقل، في بلاد بتدي بتعملها في شكل جمعيات. المهم ان هو كيان يجمع ابناء المهنه الواحده، بتحط نظم لتنظيم المهنه. فبالتالي هي تجمع بيشمل، بنحط فيه نظام المهنه، بنحط فيه التسجيل بتاع الاطباء. احنا المكان الوحيد اللي فيه الداتا الكامله بتاعت الاطباء من يوم ما بيتخرجوا. يعني وزاره الصحه ما فيهاش نفس الداتا، لان هم اديتهم الترخيص مره خلاص كان وقف بعد كده، لكن ما يعرفوش اي تحديثات بعد كده عنها. انما النقابه هي المكان الوحيد اللي بيجمع هذا الامر. دورها من الناحيه التنظيميه ده، في الناحيه التعليميه، بالتالي بنبقى النقابه ممثله في لجنه قطاع طب الاسنان، في مجالس اداره الكليات، علشان الناحيه التعليميه والاحتياج بتاع المهنه. وبالتالي بنتدخل في بعض الحاجات، احنا محتاجين نزود في كذا او نزود في كذا. يعني بدات اطلب مثلا من لجنه القطاع ولجنه الجوده ان احنا ندخل بعض مواد اداره العيادات في النقابه، لان ده شيء في التعليم الاساسي، لان ده شيء مهم بالنسبه لنا، ان هو دلوقتي بيدير بيزنس لازم يبقى فاهم بيمشيه ازاي كنواحي اداريه. فبدانا نطلب هذا الامر، وبدات اداره يعني لجنه الجوده توافق على هذا الامر. في موضوع الاعداد والحاجات دي كلها، دي ممكن يعني نتكلم عليها لاحقا. حمايه الطبيب من اي موضوع، المساءله القانونيه، الشكاوى، الحاجات اللي زي كده. عندنا لجنه التكافل، احنا بنصرف سنويا حوالي 5 مليون على الاطباء عندنا، واحنا يمكن اعلى نقابه بتصرف، يعني يمكن نقابه الاطباء بتصرف 10,000 حد اقصى، البيطريين ب 5,000، احنا بنصرف لغايه 120,000 ومرتين. فبالتالي بنوصل لغايه، لان في حالات كتير صعبه عندنا يعني بتبقى موجوده، في حالات بتتكلف 700 800,000،
حاجات صرفان وحاجات زي كده للاعضاء. فاحنا بنصرف، كنا بنصرف 70,000 في الجمعيه العموميه الاخيره، رفعناها ل 120,000 ومرتين تصرف مرتين. ممتاز. فاحنا اكتر نقابه تصرف هذا الامر. الاشتراكات اللي بيدفعها الاعضاء ضئيله جدا، يعني بتبقى مثلا 190 او 280 حسب 15 سنه خبره او اكثر، تحت السن او فوق السن. اللي بيتصرف، اللي بيصرفه طبيب الاسنان طول عمره على اشتراكات النقابه بياخده في 5 6 شهور معاش. يعني المعاش دلوقتي حاليا 1000 جنيه، وان شاء الله الشهر الدوره الجايه ب 1300 جنيه في الدفعه الجايه. يعني 5 6 شهور معاش ما بيدفعش اشتراك نقابه، وبيعوض كل اللي دفعه في تاريخه كله. طبعا بالاضافه لدعم الرحلات والحاجات اللي زي كده، فكل دي حاجات يعني داخله فيها النقابه. الحمايه للاعضاء القانونيه، النواحي الاجتماعيه، المؤتمرات، بنعمل مؤتمر سنوي كبير للنقابه، بندعم النقابات الفرعيه سواء في المقرات، سواء في الايام العلميه اللي بتعملها، سواء في النواحي الاجتماعيه، المؤتمرات بتاعتهم لو في مؤتمر اقليمي، مؤتمر لنقابه فرعيه خاصه. دي كلها حاجات بتبقى مهمه جدا. بنحب نحرص على التواجد، يعني احنا في رمضان طبعا ده بيبقى تجمع افطار في كل نقابه فرعيه. طبعا انا احب النهارده اشكر الدكتور محمد صبحي عمر ومجلس النقابه على استضافتهم ليا النهارده في افطار نقابه اسوان، وحضر اكثر من 90 طبيب. فبتبقى فرصه ان اعضاء النقابه يحضروا بنفسهم، يعني انا حضرت حوالي 4 أو 5 افطارات، في زملائي بيحضروا بقيه الافطارات عشان نغطي ال 27 محافظه على قد ما نقدر. هي. علشان بس مش هي مش كناحيه اجتماعيه، انت شايف النهارده الناس عايزه ايه؟ بنسمع الناس. بعض الحاجات باستفسارات عايزينها اتكلمنا فيها النهارده، رديت على كل اسئلتهم، اي مساعده بيحتاجوها. فبتبقى يعني ناحيه اجتماعيه مهمه جدا لمس. الحاجه اللي عملناها واستحدثناها في الدوره بتاعتنا انه كل 3 شهور بنعمل اجتماع مجلس النقابه بالكامل خارج القاهره. ممتاز. فبنعمل عملنا مرتين في الصعيد، عملنا في الدلتا، عملنا في شرق الدلتا، عملنا في اسكندريه. يعني كل مره كل 3 الشهر الجاي في المنوفيه. ايه اهم احتياجات الساده اطباء الاسنان اللي بتعرض على حضرتك يعني كنقيب عام؟ في عده حاجات. اول حاجه طبعا النواحي القانونيه، دي ده شق رهيب جدا، بالذات ان في عندنا لجنه للشكاوى وفض المنازعات بين الاطباء والمرضى، دي بتبقى حاجه. الشكاوى الثانيه طبعا شكاوى خاصه كانت في الفتره اللي فاتت والحمد لله اتحلت دلوقتي، اللي هي موضوع البنج نقص او نقص الخامات عموما. ارتفاع الاسعار، بدأنا نحط لهم حاجات مختلفة، يعني للأسف الأطباء مش زي ما قلت حاجة مش دارسين إدارة، فبالتالي ما بيعرفش سعر صح، فبالتالي ممكن عشان ينافس يبدأ يعمل يعلى قوي قوي يقل قوي، ودي كارثة إن هو عشان ينافس يعمل خصومات فبيلاقي نفسه بيخسر. فاللي عملناه لهم عملنا 4 جداول للتكاليف استرشادية للتكاليف. بمعنى أنت لو بتحشي درس مكلفك كام، خامات وكهرباء ومية وإيجارات، عشان تبقى عارف إن أنت أي مبلغ أقل من ده هتبقى بتخسر. بس المهم يبقى الماتيريال نفسها كويس. ما هو احنا بنحط 4 جداول على اساس حسب مستوى العياده، حسب مصاريفه الشهريه، حسب عدد الكراسي، حسب خبرته وكل الحاجات دي، يعني كده حطينا تكلفه. وحطينا لهم اسعار استرشاديه، اسعار استرشاديه دي اللي احنا بنقول ان هي ديت اللي هي الحد المقبول. ايه هو الحد المقبول؟ وده اللي احنا بننصح بيه وبنغيره كل سنه حسب التكاليف اللي بتتغير، اللي هي اسعار مشروع العلاج بتاعنا. يعني انا كطبيب لما بروح لزميلي يعالجني، او لو طبيب بشري بيروح عند طبيب اسنان يتعالج، بيدفع كام؟ فده اعتقد يبقى الحد الادنى المقبول. يعني في بروتوكول، هو ده استرشادي غير ملزم. انا عارف غير ملزم، لان انا يعني هو يجب ان يكون في قواعد او قواعد على قول، يعني يبقى في خطوط عريضه تراعى بالظبط بين الطرفين. يعني هقول لحضرتك حاجه، لو جالي مريض مثلا قلت له مثلا حشو فرضا مثلا رقم 400 او 500 وقال لي لا ده كتير، هقول له طلع له ده، اقول له انا كطبيب لما بتعالج بدفع الرقم ده. فدي نقطه. النقطه الثانيه كانت الاهم عندي ان احط التكاليف بتاعتهم عشان يعرفوها، لان دي نقطه خطيره جدا عشان ما يبقاش بيخسر، لازم يعرف هو بيتكلف كام. تمام. دي اهم اللي كانت دي يعني كانت المشاكل. طبعا كله طبعا بيشتكي من زياده الاعداد وزياده المنافسه. كان زياده الاعداد دي انا عايز اتكلم عنها حاجه برضه. هو هي زياده الاعداد دي تقريبا دلوقتي حصلت في القطاع الطبي بشكل عام بعد وجود يعني الجامعات الخاصه بشكل كبير. تمام. واتصور انه اصبح يعني خلينا نسميها السوق تشبع من بعض التخصصات. تمام. يعني ودي مشكله اعتقد يعني مش ما فيش كلام انها تؤثر على الناس. هو فيبقى ليكم دور كنقابه تحددوا ده اللي عملناه، بس احنا ما لناش دور
تنفيذي، احنا لنا دور. لكن توصيه عملنا كده، عملنا دراسه قدمنا رفعتها لمعالي وزير التعليم العالي، كان ايامها الدكتور خالد عبد الغفار، وقعدت الطرح بتاعها تاني لما كان ماسك في الاصل استاذ اسنان بالظبط، لما كان ماسك الوزارتين. فالمشكله ان هو كان يعني كوزاره التعليم العالي هو عندها عايزه تستوعب اعداد وفي مناطق جغرافيه محدده. اللي بيحصل انه ممكن مثلا جامعة شمال سيناء معمولة بخصم 5% في الدرجات عشان الناس تقبل على على الذهاب هناك، لكن ال 5% دي المفروض تطبق على فقط ابناء سيناء لكن مش على ابناء التانيين. اللي بيحصل ان جامعة شمال سيناء فيها 5% فقط من شمال سيناء، 15% من باقي المحافظات، و 80% من الدلتا. فاذا هنا الاستفادة ما حصلش، لانه هيروح يدرس هناك مش هيقعد هناك، وشمال سيناء مثلا محتاج اطباء، لا هيروح فين؟ هيرجع تاني من المنطقة المكدسة اللي هو فيها. فعملنا دراسة كان ايامها السنه اللي فاتت، كان ايامها اعداد اطباء الاسنان 84000 منهم 2500 وفيات، وفي 69000 طالب في الجامعات. 84000 موجودين متسجلين في النقابه حاليا، شيل منهم 2500 وفيات ماشي، حتى لو في مجموعه منهم مسافره انا هفترض 40000 اللي شغالين. تمام. في 69000 طالب في الجامعات، يعني هيتخرجوا كم سنه؟ في خلال 5 سنين هيبقوا في عندي 69000 موجودين في السوق. انا السنه اللي فاتت اتخرج عندنا 8300، السنه دي 8400 او 500 تقريبا بيتسجلوا. ده كتير جدا. كتير جدا، دي حاجه. امريكا بتخرج 6500 على المحافظ، على الدوله كلها، بس امريكا فيها الجامعه ممكن فيها 50 طالب. هنا الجامعه، انا لما قعدت مع معالي وزير التعليم ساعتها قلت انا ما عنديش مانع يتفتح 1000 كليه في مصر، المهم انا في الاخر عايز عدد معين هو اللي يطلع لي، يتوزع بقى هنا 30 هنا 50، الجامعات تفتح، وده مطلوب جدا، دراسات عليا يعني يعوض النقص بتاع الطلاب بدراسات عليا، وعليها طلب كبير جدا والناس مش لاقيها، يعني في اقبال كبير جدا على الدراسات العليا وما فيش امكانيه في الجامعات للدراسات العليا كتكفي. هل في نفس الوقت على اعتبار ان هو بكالوريوس طب الاسنان بيأهله يشتغل خلاص؟ بالظبط، هو بيشتغل ما عندوش زي الطب البشري عايز دبلومه وعايز ماستر، بس حاليا بقى عندنا التخصص مطلوب زياده، بيبقى عايزين يتخصصوا زياده، تخصصات الدقيقه. احنا عندنا حوالي يمكن بنسجل حوالي 13 سب سبيشاليتي في التخصص، وبالاضافه لتخصصات اخرى زي الاداره والجوده والحاجات دي كلها موجوده. فبنوصلنا حوالي 17 تخصص موجودين. فدول كلهم موجودين، بس هي ما هو الطب البشري الاسنان كانت جزء من العظام، وبعدين بدا يحصل فيها تخصصات، نفس الحكايه عندنا، بدا في تطور، بقى في تخصصات. الاسنان الاول كانت كده، الاسنان كانت جزء من العظام. العظام نفسها دلوقتي بقى فيها سب سبيشاليتيز اكتر. صحيح، يعني انا عندي، انا بروح لدكتور ما بيقول لي انا بعالج الكتف والدراع بس. ده صحيح، فهي نفس الحكايه عندنا، فنفس الموضوع كده. الحاجه الثانيه ان لما بزود التخصصات ويبقى في اقبال ان الطبيب العادي يوزع او يحول يعمل ريفيرال لتخصص معين، اللي معاه تخصص مش هيعرف ينافسه في الحاجات البسيطه الثانيه، فيبقى عنده مجال اكتر انه يشتغل. فده اللي احنا كنا عاملينه، كان في لائحه اداب المهنه، يعني برضو دي من الحاجات المهمه جدا عندنا اللي هي كدور رقابي لينا. عندنا اللي هي لجنه التحقيقات، وعندنا لجنه اداب المهنه. لجنه اداب المهنه الموجوده، احنا القانون بتاع النقابه اتعمل سنه 69، فطبعا قانون قديم جدا، ولائحه اداب المهنه اللي فيه قديمه جدا. فعملنا لائحه جديده لاداب المهنه من حوالي 60 بند في 5 ابواب: علاقه الطبيب بالطبيب، علاقه الطبيب بزميله، علاقه الطبيب بجهه العمل، علاقه الطبيب بوسائل الاعلام عشان يطلع يقول انا عامل خصم 50% والبلاك فرايدي ومش الحاجات ديت، ويعمل زرعتين تاخد الثالثه هديه والحاجات اللي هي مش غير لائقه. وعلاقه الطبيب بالامور البحثيه، يعني لو هو بيجري ابحاث على بشر ايه البروتوكول اللي المفروض يعمله والاداب اللي يعملها. الحمد لله اللائحه دي تم اعتمادها في جمعيه عموميه الاسبوع اللي فات، فبالتالي هيبقى هنا مطبقه. وكنا بعتنا للمركز قعدت مع الاستاذ كرم جبر وادينا له اللائحه اللي هي الخاصه بالاعلاميه علشان ما حدش يطلع في التلفزيون يتكلم في غير تخصصه. ممتاز. يطلع يدعي لنفسه يعني درجات علميه هو غير حاصل عليها. فكل ده الحمد لله تم الاسبوع اللي فات. طيب بالاضافه لحاجه ثانيه عملناها وكانت مهمه جدا، اللي هي الكونسنت فورم او الاقرار العلم يعني حضرتك لما تروح تعمل عمليه في المستشفى بمنطوق على الاقرار. طبعا. فاحنا عملنا لكل تخصص في الاسنان الاقرار بتاعه عشان المريض يبقى عارف ايه اللي هيتعمل له، ما يبقاش يقول انا ما اعرفش، وفي نفس الوقت يبقى مكتوب فيها كمان التكاليف عشان ما يجيش يقول انا ما كنتش اعرف التكاليف كام. فعملنا الاقرارات ديت، وكل ورقه فيهم مختومه بختم حي من النقابه، يعني الدفتر فيه 100 ورقه، كل ورقه فيهم مختومه لكل تخصص. هايل هايل جدا، بحيث ان يبقى المريض عارف حقوقه والطبيب يضمن حقوقه. ممتاز. طيب
أنا عندي سؤال هنا مع أول مرة أسمعه، اللي هو إن نقابة الأطباء الأسنان لا تمثل في الطب الشرعي، أو إزاي؟ لا الكلام ده هو للاسف الطب الشرعي ما فيهوش غير طبيب اسنان واحد، ودي مشكله، لانه احيانا ودي اللي بتعمل مشاكل دايما معانا مع الاطباء والمرضى وكده، ان الطبيب سوري المريض المفروض يجي النقابه، النقابه بتقابله بتقابل الطبيب وبتسمع من الطرفين، لو عملنا تراضي وده في معظم الحالات بيحصل تصالح بين الاثنين، او لو الطبيب مخطئ في حاجه بنحوله لطبيب تاني على حسابه يعملها، او لو المريض مخطئ خلاص بتفهمه اللي فيه. فلو اتفضت كان بيها، طيب فرضا المريض اصر عايز يصعب. عايز يساعد او غير راضي بالقرار، فبنعمل ايه؟ بنحوله الى لجنه ثلاثيه مختصه في احدى الجامعات او مراكز الابحاث. يعني لو هو جاي بحاجه كانت خاصه بالجراحه بيتحول لقسم الجراحه في الجامعه، او لقسم علاج العصب او علاج الجذور اسف، وهكذا. لكن احيانا المريض بيروح للنيابه على طول. لو راح للنيابه على طول مفروض ان لازم النيابه بالقانون تخطر النقابه. ده في القانون عندنا. طيب النيابه المفروض بتعمل ايه؟ بداوا دلوقتي بعد مناشداتنا انهم يحولوه للجنه الثلاثيه من عنده مباشره، وانا ما عنديش رفض كده. لكن غير كده كان بيحولوه للطب الشرعي. فالطب الشرعي كان بيعتمد على ايه؟ طبيب بشري اللي بيشوفه. ما فيش غير طبيب اسنان مش واحد. متخصص. فلما الطبيب بيبلغنا احنا بنبلغ الدكتور ابراهيم اللي هو الطبيب الاسنان الوحيد في الطب الشرعي. فده مهم جدا ان هو يدخل بنفسه في هذا الامر، لان الطبيب غير متخصص بيعتمد على كلام المريض، وممكن يعتمد على روشته او تقرير كاتبه طبيب تاني. فدي ده غير مقبول. العياده الخاصه ما تقدرش تكتب تقرير بهذا الشكل في حد، ممكن يكتب تقرير باللي شايفه. فبيكتب تقرير هو ما يقدرش يحكم عليه. وبالتالي لما بيروح المحكمه طبعا تبقى مشكله، لانه شافوا تقرير طب شرعي بالنسبه لهم مالوش دعوه ده مين اللي كاتبه. فاللي انا طالبه اتمنى من طب شرعي انه يزيد عدد الاطباء ان شاء الله بواحد في كل محافظه. يعني اتمنى يبقى في واحد في كل محافظه متخصص في الطب الشرعي. لكن المصلحه كلها واحد؟ هي مصلحه كلها فيها واحد فقط. اسنان. للاسف. يمكن هو الوحيد اللي راح امريكا درس هناك طب شرعي ورجع، فعشان كده هو اللي موجود معاهم. بس يعني مش لازم يبقى درس بهذا الشكل، لانه بينظر حالات عاديه. يعني هو مش هيشوف حالات وفيات او حاجات زي كده او حوادث، لا ده بيشوف حالات حقيقيه، يعني المريض رايح يشتكي. ايوه صحيح. فمحتاج طيب. واحد على الاقل في كل محافظه. ده مطلب مهم. لا طبعا. طب خلينا نتكلم معاك يا دكتور ايهاب برضو في مساله اطباء الاسنان. يعني هو طبعا مساله الغلاء وارتفاع الاسعار دي موجوده في كل القطاعات مش في الاسنان بس، يعني صحيح. لكن هو برضو ان كان الاسنان الناس برضو الى حد ما شويه بتشوف ان فيها اصبح اسعار مبالغ فيها، وخاصة في مسألة التجميل. تمام. هو علاج الاسنان لازم نبقى برضو فاهمين ان هو 3 مراحل. ايوه. في اللي هو العلاج الاولي زي الحشو والخلع، الحاجات اللي هي البسيطة، تركيبة بسيطة، حاجة زي كده. في العلاج اللي هو السكندري كير اللي هو الاعلى شوية، وفي العلاج الترشي اللي هو يعني ممكن الناس تسميه رفاهية. اوكي. احنا اللي بنعمله فعليا ما هواش تجميل، احنا بنعمل علاج لتشوهات. يعني في فرق ان واحد يبقى واحده رايحه لدكتور التجميل عشان وشها محروق، وواحده رايحه لدكتور التجميل تنفخ شفايفها وتحط بوتوكس وفيلر. ده اسمه تجميل. ده اسمه تجميل. يعني هي بالظبط انا دايما بشبهها لهم ايه، بقول لواحده مثلا انت بتغسلي وشك عشان تبقي حلوه، تقولي لا، لكن بتحطي مكياج عشان تبقي حلوه. فاللي احنا بنعمله احنا بنغسل يعني حاجه شكل الاسنان. احنا هو شكل مشوه مدي شكل وحش بيأثر على احنا 80% من الشعب شغلتهم الكلام في القطاع الخدمي. فشغلتهم الكلام، فاسنانهم هي اكل عيشهم. فهي ده يعني هو بيستثمر في اكل عيشه. أيوة بيحسن صحيح. شكلها عشان ابتسامته طريقه كلامه بتاع أيوة. بالظبط يعني. لكن اللي بتعملها بصوره جماليه بزياده اللي هو بيحمله انا بسميها السيراميك اللي هو يعمل كده ايه لازم بياض وبتاع اوفر قوي مش طبيعي. انا ده شخصيا حاجه ما بحبهاش. انت شايف ده مش انا ده انا رافضه تماما. انا شايف كل الناس يعني تحولت الى شكل نفس الشكل. يعني البشره بتاعت حضرتك ليها لون، الاسنان ليها اللون اللي يليق عليها. أيوة. ولو بتشرب شاي كتير بتدخن بتاع يبقى ليها برضه شكل هتصلح ده بالظبط. يعني لازم لا لازم الشكل برضه مناسب معاها، مناسب مع السن. انما لما يبقى الشكل كل واحد زي ما يكون مركبين حاجه كده زي سيراميك ابيض كده جنب بعض بنفس الشكل بتاع ده غير طبيعي مش مقبول. فالناس هتلاحظ ان ده في حاجه فيك صناعيه. لكن الجمال والذكاء وده بيستمر فور ايفر ولا بيحصل له كل فتره برضو يعني متبعات. كل بيقعد سنين بس ممكن حاجه تتغير، في حاجه تقع، حاجه تتكسر. وارد. وارد طبعا بس بتتغير مفيش مشكله. بس هو عمره سنين لا طويله. يعني بيعيش وهو مكلف عشان كده. تكلفته مش سهله، وصناعته او مش سهله في ايه؟ ان انت بتشيل منه اقل قدر من المينا عشان تقلل، بتشيل يعني في ممكن توصل لملي لا تقدر تشيله.
في ناس بتعمل من غير خالص لو الحاله تستدعي بدون تحضير، لو الحاله تنفع، مش كل الحالات تنفع من غير تحضير لا. فالحاجات اللي هي بهذا الشكل في حاجات مكلفه، خاماتنا غاليه جدا، احنا تقريبا كل حاجتنا مستورده. يعني عندنا كل حاجه مستورده. لسه بتحكي عن البنج يعني ابسطهم يعني او اهمهم بشكل يعني مثلا إن لما الدولار بيطلع بتلاقي اللبن بيزيد، هو اللبن احنا استوردناه، ما هو الجواميس والبقر موجودين هنا. أيوة أيوة. لكن اللبن بيزيد والناس ما بتعترضش، طب يعني الحاجه اللي بستوردها ما لازم هتبقى غاليه. أيوة مكلفه صحيح. يعني لا البنج ده قصه ثانيه خالص، ده موضوع ده كان اتحلت ولا لسه مشكله؟ الحمد لله اتحلت. بص هو كانت المشكله في البنج ثلاث حاجات، كان في نقص في الانتاج حاصل، وكان في نقص في الاستيراد، وكان في سوء في التوزيع. فاحنا تدخلنا مع هيئه الدواء وهيئه الشراء وعملنا منظومه توزيع الكتروني للبنج، بحيث ان كل طبيب فقط هو المسجل عندنا في النقابه هو اللي يدخل ياخد البنج، وفاتحين لهم دلوقتي كميات كبيره اكتر من اللي هم محتاجينها. يعني حتى دلوقتي بيقول لك احنا محتاجين دلوقتي مرضى مش بنج. يعني فدلوقتي بقى عندي وفره وبنفس الكميات اللي كانت بتنتج قبل كده، ونفس كميه الاستيراد او ان قلت كمان. لا يعني ايه الطبيب اللي مسجل فقط في النقابه؟ يعني بمعنى ايه؟ في ناس مش مسجله. كان في ناس لا في ناس بتشتري البنج وتخزنه وتبيع سوق سوداء، تجار ويبيعوا. الطلبه كانوا بيشتكوا لي، كانوا بيشتروا الكربوله الواحده ب 65 جنيه. فانا رحت عملت دلوقتي نظام للطلبه يشتروا من عندنا ووصلها للجامعه عندهم عشان توزعها لهم، عشان اضمن انها رايحه للطلبه. ممتاز. والجامعات الحكوميه بتشتري من الشراء الموحد مباشره، الجامعات الخاصه بتطلب مننا واحنا بنبعت لها، والجامعات الحكوميه الطلبه اللي فيها اللي عايزين يشتروا زياده بيطلبوا من عندنا. يعني دلوقتي مفيش مشكله في ده؟ حاليا مفيش حد يقدر يقول انا عندي نقص في البنك، بيوصلوا لغايه عيادته. يعني بدل ما بينزل بنفسه يروح، كان البنج بيتباع ب 1000 جنيه زياده عن سعره الرسمي، وساعات 1500 جنيه زياده عن سعره الرسمي في العلبه الواحده. دلوقتي بيوصلوا بسعره الرسمي مضاف اليه قيمه الشحن. ولا عندنا مشكله في المواد الخام خالص؟ لا المواد الخام فيها طبعا مشكله دلوقتي، اسعار عاليه جدا. النقص بتاع يعني الدوره نفسها بتاعه الشحن يعني كل حاجه في التصنيع دلوقتي بقى فيها مشكله. يعني الابر، سنون الابر فيها مشكله، لان في الحرب الاوكرانيه مأثره على الانتاج الصلب، فسنون الابر فيها مشكله. فهو الحل عندنا انه لازم نتجه شويه للتصنيع. وبالتالي انا كنت قاعد مع اللواء بهاء رئيس هيئه الشراء الموحد من 6 شهور، كان داخل معانا في مساعدتنا ازاي نقدر نحل ازمه البنج، وقال لي هو الحل في انه لازم التصنيع، وانا شايف الامل في الاسنان. وقد كان انا تواصلت مع شركتين في اليابان، شركه منهم بتصنع الابر بتاعه الاسنان والبشري وكل حاجه، الباتر فلاي والديرمال وكل الحاجات دي، عشان يبداوا يعملوا مصنع هنا معنا. وتواصلت مع شركه تانية بتصنع كراسي، ودول كانوا موجودين، انا لسه سايبهم النهارده، موصلهم مطار القاهره، سافروا رجعوا تاني ومضوا عقد وهيصنعوا كراسي هنا. طب ده كلام، فده يعني بنبتدي على قد ما نقدر ان احنا نوصل. يعني احنا حتى الكرسي ده ما بنعملوش هنا؟ لا في بيتعمل هنا، بس يعني الكواليتي مش هقول لك حاجه. هو النهارده امبارح كنت قاعد برضو مع الاعضاء في هيئه الشراء الموحد، وقال لنا الكرسي اللي هيتعمل ده لو مش هيتصدر يبقى ملوش لازمه. فهو كونه يتصدر من مصر ده معناه ان هو اجتاز مراحل الكواليتي والشهادات والحاجات دي كلها اللي مقبوله بره، وبالتالي ده بالنسبه لنا يبقى ده وصلنا لمستوى كويس ان احنا نقدر ندخل بيه كمان عمله صعبه. كلام هايل. فده ان شاء الله هيبتدي ان شاء الله، يعني خلال 6 شهور ان شاء الله المصنع ينتج اول كرسي. طيب هل كل المحافظات عندها، يعني انا عارف ان النادي الجزء الاجتماعي بقى اللي يخص اعضاء النقابه اللي هو اتحاد المهن الطبيه؟ أيوة. ده اللي بيجمع الكل يعني. ده موجود في كل المحافظات؟ هو اتحاد المهن الطبيه اللي بيشمل الاربع نقابات ليه نوادي في معظم المحافظات، مش كل المحافظات، لكن النقابات هي النقطه الثانيه. اللي في نقابات ليه انديه زي الصيادله، زي ساعه البيطريين، زي البشرين. هو للاسف لما كانت الدوله بتخصص اراضي للنقابات في الثمانينات، نقابه الاسنان للاسف في الفتره دي ما طلبتش اراضي تخصيص. فاللي اتطلب مؤخرا كان مثلا في بورسعيد، ولسه طلع لنا الرخصه يعني بعد معاناه من شهر، وهنبتدي نعمل هناك. بس طبعا تكلفته رهيبه جدا على ميزانيه النقابه بالاسعار الحاليه. طبعا يعني طبعًا. من 3 سنين لو كنا خلصنا الرخصه من 3 سنين كان ممكن النقابه تقوم بيه، بس احنا بدانا دلوقتي طلبنا قرض من الاتحاد عشان نبدا نحط الاساس. يبقى عندك نادي مستقل لاطباء اسنان؟ ده فقط بورسعيد. ده بورسعيد دي مجرد يعني بايلوت، بس ما اقدرش اعملها في كل المحافظات، ما عندناش الامكانيات الماديه للكلام ده، لان ما فيش تخصيص زي ما كان زمان، كان مفتوح. وكانت الاسعار في البنى والحاجات دي قليله جدا. لاحظ حضرتك ان الاشتراك الاعضاء اللي بيجي لنا 70% منه بيروح للمعاشات.
و10% النقابه الفرعيه و10% صندوق التكافل و10%. طب فرصه احنا داخلين على الصيف، هل بتعمل لهم بقى يعني الانشطه والرحلات؟ طبعا احنا بنعمل مصايف. طبعا انقطعت شويه في كورونا، لسه كنا عاملين رحله للاقصر واسوان من النقابه العامه. ممكن نقابات فرعيه تعمل، بس احنا بنعمل دايما بتاعت النقابه العامه. بنعمل شرم الشيخ، الغردقه، كنا قبل الكورونا بنعمل دبي. نعم. لحضور مؤتمر هناك. تخوفنا ان احنا نعمل المانيا، اللي كان في مؤتمر مهم جدا في امريكا سنتين، بنتخوف منه ان الناس ممكن تحجز ما تاخدش الفيزا. فساعتها بنبقى احنا حجزنا يعني صعوبة الحصول على الفيزا. هي دي المشكله، لكن دبي تبقى اسهل شويه. لكن صحيح. وعملنا السنه في دبي. احنا كمان بعد كورونا عملنا السنه في دبي. جميل جدا. طيب اعتقد للاسف الوقت يعني بيجري بسرعه، لكن فرصه يعني اسمع من حضرتك، عايز اعرف حاجتين. اتفضل. نصيحه واحنا في رمضان او في نهايات رمضان فيما تتعلق بطب الاسنان بالنسبه للناس، دي واحده. الحاجه الثانيه، ماذا تقول لكل يعني مش الجمعيه العموميه، كل ابناء المهنه بشكل عام؟ طيب هو يعني النصيحه، الناس فاكره ان هي بس استعمال الفرشه هو الاساس. هو الفرشه لوحدها انا في رايي الشخصي غير كافيه. الفرشه طبعا لو هتستعمل صح وبتتغير كل شهرين والكلام ده كله. لا، بتغير كل سنتين. لا ما ينفعش، زائلتها. هذا صحيح. لا ده زي الواقع اللي حصل اولا. وبعدين هي مش مسحه وخلاص، هي بتقعد حوالي دقيقتين عشان تنظف صح. الحاجه الثانيه، في حاجتين مهمين انا بستخدم الثانيه بتاعتهم. الحاجه الاولانيه ممكن الخيط، الخيط الطبي اللي هو اللي بيدخل بين الاسنان وينظف ده. بس انا شخصيا استخدامي الشخصي بستخدم اللي هو بخاخ الميه اللي يقدر يجيبه. طبعا انا بقول لك لو واحد حتى غلبان قوي ان شاء الله يجيب خيط فتله بيستخدمه. ايه بخاخ الميه ده؟ في الصيدليات؟ في الصيدليات بيتباع زي خزان ميه كده، وليه تب كده او طرف كده بيبخ ميه بقوه بضغط. دي حتى لو نظفت اسنانك وجربت تنظف بيه وبيدخل تحت لسه بتدخل تحت ميه، هتشوف حاجات بتنزل. يعني مهما تنظف اسنانك بالفرشه في حاجات مستخبيه. اللي يقدر يجيبه، انا بقول ان ده طبعا غالي، يعني هقول ان هو مثلا في حاجات ب 1000 2000 فاهم. انا بقول لك مش كل الناس هتقدر عليه. بس اللي ما يقدرش عليه على الاقل يستخدم الفتله ما بين اسنانه وينظف. دي يعني ابسط حاجه ممكن تعملها. فدي الحاجه الثانيه. طب يفضل قبل النوم ولا بعد ولا الصبح؟ بعد الاكل، بعد الوجبات. كل وجبه بعد عقب كل وجبه. بص هقول لك حاجه، اقصى يعني هقول ايه، بعد الفطار وقبل ما تنام. ده لو ده اقل، ده اضعف الايمان. قبل الفطار ولا قبل الفطار؟ بعد الفطار الصبح. يعني في اكل، ما انت لو عملته قبل الفطار بعد الاكل هيروح فين بعد كده اللي هتاكله؟ هيبقى موجود. هو ليه الرسول عليه الصلاه والسلام اوصى بالسواك كل بعد عقب كل صلاه؟ اتعمل عليها بحث على فكره في مصر من سنين، يعني استاذنا الدكتور محمد عبد المحسن كان عمل عليها بحث قبل كده، ويشوف ايه السواك ده فيه ايه. ما لقاش فيه حاجه خالص. هو عباره عن اداه ميكانيكيه زي الفرشه. الفكره كلها انه بيتكون البلاك، وبعد 5 ساعات لو فضل بيعمل شبكه صلبه صعب ازالتها. فلو هو انت فعلا ماشي بعد كل صلاه بتنظف بالفرشه او بالسواك اي مكان، بس انا بتكلم على فرشه يعني، فده انت بتكسر الماتريكس دي قبل ما تتكون وتنشف. فهي الفكره كلها ازاله ميكانيكيه. هو اللي كان متاح ساعتها ما كانش فيه فرش، فكان اسهل حاجه قريبه للفرشه كانت السواك. لكن هو اللي فيه ماده كده ولا كده. الحاجه اللي برضو مهمه جدا الناس تعملها عشان برضو ريحه البق، الفرشه بعد لما يخلص يمسح لسانه. في طبعا كاحه لسانه كده، انا بتكلم على ناس عاديه خالص غالبه، بالفرشه نفسها يمسح يغسل بس لسانه. جميل. دي برضو نقطه مهمه. بالنسبه لكلمتي لجميع اطباء الاسنان في مصر كلهم، ال 90,000 المسجلين حتى الان او ال 91,000 مسجلين، يعني يعني كل عام وانتم بخير، واتمنى ان احنا يعني نكون بنؤدي اللي نقدر عليه. احنا برضو يدنا مغلوله بامكانياتنا بالقيود اللي علينا، سواء ماديه او اللي هي حاجات مش في ايدينا ان احنا نقدر نعملها، لكن بنحاول على قد ما نقدر. وكل سنه وانتم طيبين، واتمنى يعني بمناسبه كمان الاعياد الاسلاميه والمسيحيه، وان شاء الله دايما يعني مهنتنا تبقى فيه تطور. واتمنى لكم جميعا يعني التوفيق في حياتكم، وان شاء الله امورنا تتحسن الى الافضل بكثير يا رب. ان شاء الله. ان شاء الله. دكتور ايهاب هيكل نقيب اطباء اسنان مصر، بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا واسعدتنا. وكل عام وسيادتك بالف خير. شكرا لك يا فندم. شكرا لك. شكرا لك. سيدات والسادة، في الختام أتقدم إلى حضراتكم بخالص التحية والتقدير، لكن قبل كمان بشكر السادة المستمعين، بشكر دكتور محمد صبحي نقيب أطباء أسنان أسوان، لأنه كمان يعني واحد من النقباء المتميزين والمتعاونين جدا حتى مع الزملاء الإعلاميين في توصيل الرسالة الإعلامية بشكل كبير. بشكر زميلي أحمد مصطفى الذي عد هذه الليلة من شارع الجنوب،
والشكر موصول إلى الزملاء الفريق التقني والهندسي وزملاء غرفة الكنترول. بشكر الزميل مصطفى بسطاوي مدير التصوير، والشكر موصول للزميلين إسماعيل عرفان وخالد فرح مخرجي هذا اللقاء، وهذه تحياتي خالد سيد النوبي من أصول لكم الحب كله. شكرا لكم وإلى اللقاء.